أحسن الله إليكم، في آخر أسئلته يقول: رزقت بحمد الله ببنت لكني لم أذبح لها العقيقة، وعمرها الآن سنة ونصف، هل يجوز أن أذبح لها الآن؟ نعم. يقول أيضا: ما الذبيحة، غنم أو ماعز، وكم عمرها، وهل تجوز المريضة أو المكسورة؟ نعم، ذبح العقيقة عن المولود سنة، إن كان ذكرا فيذبح عنه اثنتين، وإن كان أنثى فيذبح عنها واحدة، ووقت الذبح من السابع من ولادته أو الحادي والعشرين، فإذا مضى الحادي والعشرين والعشرون ولم يذبح عنه فإنه يذبح في أي وقت، يذبح العقيقة في أي وقت من الأيام، ويكون فاعلا للسنة ولو تأخر الذبح. نعم. وأما المجزي في العقيقة فهو ما يجزي في الأضحية، اشترط أن تكون أن تبلغ سن الثني إذا كانت من الضان ما تم له 6 أشهر فأكثر، أو جذع من المعز وهو ما تم له سنة، هذا من ناحية السن. أما من ناحية الأمور الأخرى فلا يجزي فيها المريضة ولا العورة ولا العرجة ولا التي لا تطيق المشي مع الصحاح ولا الهزيلة التي لا مخ فيها، فيشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية سنا وصحة. نعم.